هناك أصناف من الخضر والفواكه ترتبط بدخول فصل الشتاء، حيث تعج الأسواق بهذه الأصناف، ويحصل الاستمتاع بشواء هذه الأصناف كالبطاطا الحلوة، الكستناء، الذرة الصفراء أو ما يعرف بالحبش. حتى أصبحت عادة لدى كثير من الناس الخروج إلى البر، حيث الهواء الطلق للشواء أو الشواء في باحة المنزل. لكن إذا لم يكن لديك المساحة الكافية للشواء في المنزل، فهناك طرق أخرى للاستمتاع بالبطاطا الحلوة. لدي مجموعة من البطاطا الحلوة، قمت بنقعها مدة 10 دقائق أو أكثر لإزالة الترسبات الترابية، لأن البطاطا الحلوة في الأصل جذر نباتي. ثم قمت بغسل ودعك الجذر وشطفه جيدا. البطاطا الحلوة مثل البطاطا العادية، لكن تختلف عنها في وجود الحلاوة الطبيعية، كما أنها تشبه البطاطا العادية في وجود نسب مختلفة من النشا في اللب. إذا كان اللب أبيض فهو نشوي أكثر، وإذا كان اللب برتقالي فهو أقل نشوية ويكون غني بالكاروتين والبيتا كاروتين، وهما مضادات أكسدة اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة، لذلك فهي أكثر فائدة. ويمكن أن تكون نسبة النشا في البطاطا الحلوة والمادة البرتقالية متساوية كما سنرى. أقوم بتقشير البطاطا لأجهزها للقلي باستخدام أداة التقشير. وهنا يظهر الأنواع الثلاثة للبطاطا الحلوة. لاحظ درجات اللب ما بين الأصفر الفاتح، البرتقالي والأبيض. من هذه الأنواع الثلاثة للبطاطا الحلوة سوف أحضر 3 أطباق بثلاث طرق، وهي القلي، الشوي، الطبخ ببخار الماء. وهذه مكونات ومقادير الوصفات الثلاثة للبطاطا الحلوة ظاهرة أمامكم في الشاشة. أما طريقة التقطيع فأنت بالخيار، إما تقطع شرائح دوائر أو جوانح كما تحب. وهنا فضلت تقطيعها شرائح على شكل دوائر بسمك 1 سنتي لأحصل على قطع مقلية مقرمشة. وهنا يظهر جليا درجات لون اللب في البطاطا الحلوة المقطعة على شكل شرائح. لنقوم بتحضير خلطة العجينة التي سوف تغمس فيها قطع البطاطا الحلوة. في زبدية الخلط أضع مقدار من دقيق الأرز مع مبشور جوز الهند. أضيف الكركم ومسحوق البيكنج بودر ورشة ملح. وهنا رشة الملح ستعمل فارق بسيط، فهي تكسر حلاوة شرائح البطاطا. ثم أضع 2 أو 3 ملاعق من السكر الأبيض. أخلط المكونات الجافة أولا، ثم أضيف الماء بالتدريج إلى أن أحصل على عجينة شبه سائلة لكنها كثيفة القوام. ثم قم باختبار مدى ملائمة العجينة الشبه سائلة بغمس قطع من البطاطا، فإذا تمسكت ببعض العجين فالقوام هنا مناسب. أختبر سخونة الزيت أولا بتنقيط بعض نقاط العجين، ثم أغمس قطع البطاطا في العجينة السابقة وأسقطها في الزيت الساخن على حرارة متوسطة.
تقلب إلى الجهة الأخرى لتتحمر كذلك. أرفع القطع بعد أن تحمرت واكتسبت اللون الذهبي الغامق. من نفس العجينة بإمكانك تطبيق الوصفة في الموز بأنواع مختلفة، كالموز النشوي مثل موز الجنة، الموز الأصفر التام النضج، أو الموز الأخضر الغير ناضج. ثم أفعل ذلك في بقية القطع حتى نفاد الكمية. الوصفة الثانية، سوف أحتفظ بالقشرة بعد أن غسلتها جيدا، ثم أقطع البطاطا إلى جوانح أو دوائر. بإمكانك تطبيق الوصفة في البطاطا الحلوة بأنواعها الثلاث. والغرض من الاحتفاظ بالقشرة لأنها تحافظ بقدر الإمكان على شكل البطاطا، خاصة عند طبخها بالبخار، كما تمنع التأكسد، وخاصة في البطاطا النشوية البيضاء. أضع القطع في قدر التبخير في الجزء العلوي ذو الفتحات، أما الجزء السفلي من القدر والمحتوي على الماء يكون على النار وقد غلى الماء. لا تستغرق نضج البطاطا الحلوة وقتا طويلا، فيكفي 10 دقائق أو أقل من ذلك، لأنها مقطعة إلى قطع يسهل نضجها. أثناء ذلك أقوم بتجهيز التغطية لقطع البطاطا الحلوة. أحتاج إلى مبشور جوز الهند، أضع رشة ملح وقليل من الماء لترطيب المبشور. أخلط المكونات جيدا، أضعها في قدر التبخير مدة دقيقتين لترطيب مبشور جوز الهند بالبخار الساخن. قمت برفع قطع البطاطا بعد نضجها ثم تقشيرها وهي ساخنة. أضع القطع وهي ساخنة على مبشور جوز الهند الساخن وأقلبها حتى تمسك القطع بالمبشور. بإمكانك تطبيق الوصفة كذلك على البطاطا الحلوة ذو اللون البرتقالي والأصفر. لاحظ أن القشرة حافظت على شكل البطاطا ذو اللون الأبيض من التحول إلى الأسود قدر الإمكان، أي أنها لم تتأكسد ببخار الماء الرطب قدر الإمكان، بينما لم تتأكسد البطاطا الحلوة ذو اللون البرتقالي والأصفر، بل بقيت كما هي دون أن تتغير. طريقة طبخ البطاطا الحلوة ببخار الماء تعطي طعم يجمع بين حلاوة البطاطا الحلوة مع ملوحة مبشور جوز الهند، وهي طريقة صحية جدا وشائعة في مطبخ جنوب شرق آسيا. الطريقة الثانية لطبخ البطاطا الحلوة هي طريقة سناك أو وجبة خفيفة، تعطي طعم للبطاطا، تجمع كذلك بين حلاوة البطاطا وشيء من الملوحة الخفيفة مع قرمشة العجينة، وهو سناك لذيذ جدا ومشهور في مطبخ جنوب شرق آسيا. هناك طريقة ثالثة شائعة، وهي الشوي في الفرن أو على الفحم كما تحب.
للشوي اخترت البطاطا الحلوة ذو اللب الأبيض لأنه نشوي ومتماسك ولذيذ، لكن إن كنت تريد الخيار الصحي الأفضل فاختر ذو اللب البرتقالي. قمت بتقشير البطاطا لأني أريد تتبيلها، ثم قطعتها إلى دوائر أو جوانح كما فعلنا سابقا، ثم وضعت القطع في إناء عميق للخلط. أحتاج إلى بعض الأنواع من التوابل والأعشاب. أرش على قطع البطاطا الحلوة بعض من زيت الزيتون حتى تلتصق بها البهارات والأعشاب وحتى تتقرمش أثناء الشوي أكثر. ضع الملح والبهارات والأعشاب المفضلة لدي، ثم أخلط المكونات جيدا. قمت بإضافة المزيد من التوابل والأعشاب. أضع القطع في صينية الفرن، ثم أضعها في منتصف الرف للفرن الساخن مدة 10 دقائق. للتأكد من نضج القطع بإمكانك غرز سكين فيها أو تناول قطعة للتأكد من تمام النضج، ثم أضعها في صحن التقديم. الطريقة الثالثة هي المفضلة لدي لأكل البطاطا الحلوة، لأنك سوف تستمتع بقطع البطاطا الحلوة المقرمشة والمشوية بنكهة التوابل والأعشاب. أي من هذه الطرق الثلاثة تفضلها في تحضير البطاطا الحلوة؟ اكتب ذلك في الكومنت.